ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في جامعة سليمان الدولية International سليمان University. جامعة سليمان الدولية هي جامعة مسجلة في تركيا أصولا بشكل قانوني. نحن في الجامعة نقدم خدماتنا التعليمية باللغة العربية لكافة الطلبة السوريين والعرب عموما. طبعا أهم الفروع الموجودة في جامعة سليمان الدولية: كلية الحقوق، كلية الإعلام والاتصال، كلية الاقتصاد والإدارة بأقسامها، قسم إدارة الأعمال، وقسم التسويق، وقسم التمويل والمصارف، كلية التربية والإرشاد النفسي بأقسامها معلم صف وإرشاد نفسي. أيضا لدينا كلية الدراسات الاجتماعية والنفسية، وأهمها علم الاجتماع وعلم النفس، كما لدينا كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية التابعة لكلية العلوم السياسية، إضافة إلى الدراسات العربية والإسلامية باختصاصاتها كافة. وهناك المجموعة الهندسية، وأهم الاختصاصات التي تحتويها المجموعة الهندسية كلية الهندسة المعلوماتية وكلية تكنولوجيا المعلومات والتقانة والمعلومات والتقانة والاتصال. وهناك المجموعة الطبية التي سيتم افتتاحها بدءا من العام الدراسي الحالي الذي يبدأ بالشهر التاسع. وستحتوي المجموعة الطبية على كلية الصيدلة كاختصاص ثابت تم إقراره، ومن المحتمل أن يتم إقرار كليات أخرى. أما الآن فكلية الصيدلة تم إقرارها وتعتبر مفتتحة، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من العام الدراسي 2018-2019، أي بالشهر التاسع من هذا العام. طبعا نحن نعمل في جامعة سليمان الدولية ضمن اتجاهين. الاتجاه الأول وهو أن الطالب يدرس لدينا في جامعة سليمان الدولية، وبعد أن يتخرج نحن معتمدين من جامعة كونتيننتس يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، فنقوم بتقييم وتعديل شهادة الطالب الذي تخرج من جامعة سليمان الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل جامعة كونتيننتس ستيت يونيفرسيتي. وتصدر شهادة التقييم من هناك إضافة إلى الشهادة الموازية. نحن أيضا نعتبر الفرع الرئيسي لكونتيننتس ستيت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية هنا في تركيا، للطلبة الراغبين بالدراسة مباشرة مع الجامعة الأمريكية، حيث يمكن للطالب أن يسجل عن طريقنا ويتلقى علومه عن طريقنا أيضا، ولكن باسم الجامعة الأمريكية التي تشرف عليه وتتابعه. والدراسة في الجامعة الأمريكية تكون عن طريق برنامج التعليم عن بعد، أي التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي. طبعا هذين الأسلوبين من الدراسة الذي تحدثت عنهما ممكن للطالب أن يسجل معنا في جامعة سليمان الدولية، وممكن أن يسجل في الجامعة الأمريكية مباشرة، لأن جامعة سليمان الدولية هي فرع رئيسي للجامعة الأمريكية هنا في تركيا، ومقرنا الرئيسي في مدينة أنطاكيا. طبعا البرامج التي نطرحها نحن إضافة إلى الكليات التي سبق وتحدثت عنها، نطرح
برامج الدراسات العليا، وكان لنا تجربة رائدة في هذا المجال عبر السنوات الخمس الماضية، وبإمكان من يحب أن يتابع دراسته أن يتابع عن طريق جامعة سليمان الدولية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وجميع هذه الشهادات تقيم من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال The Continental State University. طبعا نحن أيضا لدينا برامج التطوير والتدريب والدراسات المهنية، وتم طرح ذلك وعملنا عليه، ولدينا مرحلة الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية الأكاديمية بشكل متكامل مع الدراسة الجامعية والدراسات العليا، إضافة إلى الدورات التدريبية حيث تم طرح عدد من الدورات، ومنها دورة التحكيم التي أعلن عنها والتي ستجري من تاريخ 14/7 ولغاية 20/7/2018 هنا في أنطاكيا، مترافقة مع برنامج سياحي كامل للمتدربين خلال هذه الفترة. نحن في جامعة سليمان الدولية نستقبل جميع الطلبة العرب وجميع الطلبة الراغبين بالدراسة باللغة العربية، ونرحب بالجميع وأهلا وسهلا بكم في جامعة سليمان الدولية International سليمان University، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.